مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. عام 2014 إن شاء الله يكون عام خير وبركة على الجميع. تحية من القلب من أسرة برنامج الجسر إلى الأسر العربية جميعا، سواء الموجودة بالولايات المتحدة أو كندا أو الموجودة بسوريا الحبيبة، مصر أم الدنيا، الأردن، بلدان الخليج أو لبنان الحبيب، وطني الحبيب. هون اسمحوا لي حيي وجه تحية من القلب، من بعد ما وجهت تحية لجميع الموجودين بدي وجه تحية لوالدي الموجود بزيارة خاصة إلى الولايات المتحدة ووالدتي أيضا الموجودة هون. إن شاء الله يا رب تكونوا على طول جنب أهليكم وأهليكم جنبكم، لأنه ما في حب ومحبة أكبر من حب العائلة والأهل. الحلقة الليلة هي حلقة بتبشر طبعا بعام جميل جدا ومليء بالفقرات الجميلة. برنامجنا بهالحلقة بالتحديد بيحمل فقرات كتير مهمة. رح يكون معنا اتصال من لبنان مع الفنان اللبناني الكبير هشام الحج، ورح يكون معنا كمان فيا سكايب المخترع الشاب المصري أسامة طه، اللي اخترع سيارة بتمشي على المي مش على البنزين. ورح يكون معنا كمان دكتور مايكل مورغان طبيب العلاج الطبيعي، ورح يكون معنا لقاء مع أستاذ حميد إمام وأيمن جويجاتي للحديث عن الوضع السوري. ورح يكون في فقرة طبعا البيوتي تيبس مع سمر الصايغ، ورح يكون معنا كمان فقرة كتير حلوة مع صديقي والإنسان الفيري فاني موس. بدي مسي بالخير موس. موس مساء الخير. شكرا يا ريتا، مساء النور. ازيك يا مصطفى؟ اهلا بيكي. مساء الخير عليكم يا جماعه، معكم مصطفى الصحن لاول مره معاكم على الهواء. هحضر لكم النهارده شويه اخبار واتمنى ان هي تعجبكم. لكن بمناسبه السنه الجديده عندنا مسابقه على الفيسبوك بسيطه ولطيفه قوي وان شاء الله هي تعجبكم. عندنا دلوقتي لو دخلتوا على صفحه البريدج اي ار تي ممكن تلاقوا سؤال تقدروا تجاوبوا عليه. السؤال هو هيبقى سهل قوي بالنسبه للناس اللي بيحبوا كره القدم. السؤال هو مين هو اغلى لعيب كره قدم في سنه 2013؟ نيمار، جاريث بيل، رونالدو او ميسي؟ مين هو اغلى لعيب كره قدم في 2013؟ واوعدكم ان لو جاوبتوا صح هيبقى فيه هدايه من الاي ار تي ان شاء الله. ويلا نشوف اول خبر. بنت المير الجديد بتاع نيويورك تشيارا دي بلازيو صرحت انها لسه طلعت من حاله ادمان خطر، وبصراحه احنا بنحترم ان هي كانت شجاعه قوي في ان هي طلعت واتكلمت في الموضوع ده. تعال نشوف الكليب الصغير بتاعها. ماشي، شكلنا كده عندنا مشكله تكنيكالي، هتطلع هي دلوقتي. Depression for like my entire adolescence. And so that's been something that I've always dealt with or not known how to deal with. It made it easier like the more I drank and did drugs to share some common ground with people that I wouldn't have. It didn't start out as like a huge thing for me, but then it became a really huge thing for me. When I went away to college, I didn't really do the proper mental and emotional work to prepare myself. I kind of just thought that all my problems would go away if I just got on a plane and flew 3,000 miles. I went to class. I have always been somebody that goes to class all the time. But I just didn't really understand what I had to be doing to be a successful student. And then that compared with, I guess, like a little bit of insecurity, not about myself, but about like physical insecurity with where I was. And I kind of... Chiara, أنا أحترمك جداً. وخصوصا ان الاستاذ دي بلازيو لسه متعين جديد لمير نيويورك. يلا نرجع ليك يا ريتا.
شكرا مصطفى على هالموضوع المهم يلي لفت لنا نظرنا إليه. انا بدوري رح انتقل الى اخصائيه التجميل صاحبه الانامل الذهبيه الست سمر الصايغ. مساء الخير سمر. مساء الخير. مساء الخير ريتا. سمر انت رح تكون معك صبيه الليله بدك تساعديها تتغير اللوك تبعها، خبرينا شوي صغيره مين الصبيه وشو رح تقدمي لها؟ هيدي مريم، اليوم اجيت لتشوف نصيحتي بالنسبه لشعرها، انا اعطيها الميكروفون عشان تساليها شو بتحب. او انا كنت عايزه اغير اللوك بتاع شعري بس انا مش عايزه اقصه، يعني انا عايزه بس like to make it more healthy. اوكي انا بعتقد الشعر الحلو هو شعر الصحي. انا عم بتفرج على شعر مريم، اذا ما بعرف اذا مبين على الكاميرا شعرها طويل كثير ما الى زمان ما قصت. بعدين قصة غره هون منا متابعه مع شعرها، صايره كثير الغره قصيره بالنسبه لللايرز. نعم. And from the back من 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 ورا صاير طويل كثير، سو مش مكونكتد مع بعضه، ما عطيها ستايل كثير 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 حلو. سو ماي ادفايس فور هير، انا نصيحتي لها بنخليه طويل بس بنعمل بنقصر شوي، بنحط لها لايرز. نعم. وبنقص الانس عشان يصير هيلثي، وبنحاول شوي يعني ما بدي كثير، بحبها انه تجرو البانك، خليها تطول شوي لانه هذا كثير قصير، لانه شعره كثير طويل وهذا كثير قصير. نعم. اوكي. بس فور ذا ريل تشينج، يعني اذا بدها تغير هلا. نعم سمر. بنصحها تحط كولر، لايك تعمل اومبري اور something different. سمر بالفعل النصيحة اللي قدمتيها هي نصيحة لكل البنات يلي عم بيحضرونا والسيدات، انه الشعر لازم على طول يكون فيه القصة انسياب وتجانس ما بين البانجز الغرة وطول الشعر. وكمان بالنسبة للون بعتقد انت محضرة مفاجأة كمان للون، اذا ما كانت بهالحلقة رح تكون بالحلقة الجاية تنفرجي مظبوط اللوك كيف ممكن يتغير. على كل مشاهدي رحنا رح نخبركم طبعا كل الاشياء اللي رح تصير مع سمر على طوال هالحلقه. اما هلا خلينا نتوقف مع فاصل اعلاني بنرجع بنكفي. ميرسي. كيفك انت ان شاء الله بعدك متذكرني